تعرف ان هو لبسك قتله هنادي؟ هنادي؟ انت مالك مندهش ليه؟ ايوه هنادي. ودي عملها كيف الملعون ابن الملعون دي؟ وهو اللي بعت الفيديوهات على موبايلاتكم وهو اللي وقعنا كلنا في بعض. يا نهار ازرق، بعت كل الفيديوهات؟ ده انا في فيديو من الفيديوهات دي اما كنت جالي عملت. طب وبعدين هنعمل ايه؟ وهو بردك اللي اتهم البت دي في شرفي؟ ايوه يا مو غضبانه، ضحك على الواد ده عشان غلبان واهبل. هو اهبل فعلا. بصوا بقى يا جماعه، احنا نركز دلوقتي في جريمه القتل وازاي نخلصوا منها، بقى نشوف هنعمل ايه. ايوه ياما، والنبي اهم حاجه تطلعوني من موضوع جريمه القتل دي ياما، ده فيها اعدام شنجر رميم بالرصاص دي ياما، والنبي خلصوني من موضوع جريمه القتل دي، وبعدين نشوف هنعمل ايه. ممكن نروح ناكل بعديها، ننزل محل نفرم الوقت اللي فيه، بس طلعوني من موضوع جريمه القتل دي ياما والنبي. استنى وقت، وهو لما شريف عملك دي سبتوه ليه وجيتوا على هني؟ ودي هتفوتنا مثلا؟ احنا سايبين معاه حد هيجيبه الارض. مين؟ وهي اللي عرفتنا كل حاجه. ايوه مين؟ مين؟ اللي بتحبك ودايبه فواك. بيعبيكي؟ لا مش انا. الله، امال مين اللي بتحبني ودايبه فواك؟ انا اللي بيحبوني ياما ودايبين في هوايا كتير في مصر، ده انا مسميني في مصر ابن الصايعه. يا خبت امك يا اخويا. امال مين طيب؟ مين يا تقول لي؟ جميله طبعا. جميله؟ جميلة قوي. تعالوا. قصة حلوة ايه دلوقتي؟ انت يا بت، انت يا بت تهوية. ايه؟ قولي يا بت. اقول لكم ايه؟ ايه؟ اقول لكم ايه؟ ايه؟ ايه هات صوتكم. أنا وافقت على الخطة دي بس عشان خاطر نكشف مين اللي قتل هنادي، لكن يمين بالله دلع كتير ومسخرة وهق ومه، أخش أقتلكم أنتوا التلاتة، أبقى قتلت هنادي ودنيا وياسمين وأبقى سفاح. بقولك إيه، ما تقرفناش، إحنا بنعمل كل ده علشانك. أنا ممكن أقلع على فاسك. اسمعي الكلام. تخافي؟ اسمعي. الفرع وقع. إيه الغباء ده؟ خدي. خلاص سمعتوا كلامي ولا ايه؟ سمعتوا ولا مدي الصرمة؟ تمام؟ تمام؟ أنا برأيي إنه نلتزم بقسم ومنضحي بقسم تاني، إنه أنا بشوف أحسن هيك. أحسن هيك؟ إيه؟ طب لو ما سمعتوش الكلام هاكلكوا عالجة جامدة هيك، تمام؟ تمام. هيك ولا مش هيك؟ هيك. الصوان يمين هيك، في شمال هيك، هتلاقوا كيك، مالكوش دعوة بيه. بعديه على طول يمين، تمام؟ تمام. يلا. مظبوطه مظبوطه. اه داروا داروا على قد ما تقدروا، وربنا معاكم. يلا يلا اتكلوا على الله.